حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها السادة والسيدات، السؤال يتكرر كثيرا حول موضوع هل يوجد إعجاز عددي في الكتب المقدسة؟ والإعجاز العددي الذي نكتشفه في القرآن الكريم، ما هي الفائدة منه؟ يعني يقول قائل: لماذا تتعبون أنفسكم في استخراج أرقام لا فائدة منها؟ يعني نحن أصلا مؤمنون، وبالنسبة للملحدين لن يقتنعوا بهذه الأرقام لأنه يغلب عليها المصادفة كما يقولون طبعا. فما الفائدة من تضيع وقتي في أرقام لم يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا أنا أنقل قولهم، ولم يتناولها الصحابة الكرام ولا التابعين من بعدهم، ولم نسمع بها إلا في العصر الحديث. لماذا؟ أقول وبحمد الله أيها الأحبة، أولا إن القرآن العظيم يجب أن نغير نظرتنا إليه. القرآن أيها الأحبة هو كتاب العجائب، كتاب المعجزات، كتاب خالق الكون. يعني نحن عندما نتأمل أحبتي في الله الكون من حولنا، نتأمل هذه المجرات العظيمة التي يعني فيها مليارات المجرات، بل مئات المليارات من النجوم، عفوا كل مجرة فيها مئات المليارات من النجوم، وكلها لها قوانين فيزيائية دقيقة جدا وثوابت كونية دقيقة جدا. من الذي وضع هذه الثوابت الكونية؟ يعني هل يستطيع أحد أن يقول هذه المعادلات الرياضية الفيزيائية التي تحكم الكون لا فائدة منها؟ لا يا أحبتي، إنها دليل على إتقان الصانع سبحانه وتعالى الذي قال: صنع الله الذي أتقن كل شيء. فكلما تأملنا في الكون نزداد إعجابا بعظمة هذا الكون، وهذا يجب أن يكون وسيلة لنزداد إعجابا بخالق الكون سبحانه وتعالى، المتقن الذي أتقن كل شيء. طيب ماذا عن كلام الله عز وجل؟ كلام الله لابد أن يكون منظما، لابد أن يكون محكما، لأن الله هو الذي قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أنا حقيقة عندما أؤلف كتابا أتمنى أن أضع فيه العجائب، ولكن لا أستطيع، قدراتي محدودة. أعظم مؤلفي العالم عندما يؤلفون كتابا يضعون فيه أقصى طاقة وصلوا لها، أو أقصى معرفة، أو أقصى علم لديهم. فلو كان بإمكانهم أن يأتوا بأفضل ذلك لأتوا. طيب إذا كان البشر يفعلون ذلك، فكيف برب البشر سبحانه وتعالى عندما ينزل كتابا يقول فيه في أول آية بعد سورة الفاتحة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إله يقرر أن القرآن لا ريب فيه. طيب لا ريب فيه ما معنى ذلك؟ هل لا شك فيه فقط بكلماته، فقط بمعانيه، فقط ببلاغته؟ لا. يعني في زمن النبي أيها الأحبة، لأقرب لكم الفكرة، النبي لم يتحدث عن علم الفلك الحديث إلا في إشارات، هناك إعجاز نبوي أو إعجاز في السنة النبوية، هناك إشارات وملامح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا التابعين لم يتحدثوا عن الثقوب السوداء، ولم يتحدثوا عن الدخان الكوني، ولم يتحدثوا عن نظرية توسع الكون أو التضخم المفاجئ، لم يتحدثوا عن الكواركات أو عن ميكانيك الكم أو طيب هل يعني أن هذه العلوم خاطئة؟ لا، ولكن الله أراد أن يجعل القرآن فيه كل شيء، فكلما ظهر علم ظهر إعجاز القرآن الذي يتناسب مع هذا العلم.
يعني عندما ظهر عصر المكتشفات العلمية، عصر البحار، وجدنا أن القرآن يسبق علماء البحار لإشارات عظيمة جدا لا يمكن لإنسان أن يعلمها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما بدأ عصر الفضاء وعصر الفلك، وجدنا آيات في القرآن كأننا نقرأها لأول مرة، والسماء ذات الحبك، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، سراجا وهاجا، آيات كثيرة. اليوم أيها الأحبة، نحن الآن في عصر أو في القرن 21، يمكن أن نسميه عصر التكنولوجيا الرقمية. كل شيء يسير من خلال هذه التكنولوجيا الرقمية، فأصبح لدينا علماء بالملايين متخصصون في الرياضيات والبرمجة والفيزياء وهذه العلوم الحديثة. طيب، أين القرآن من هذا الكلام؟ هل القرآن منعزل؟ هل القرآن في وادي آخر يسير؟ لا، إنه يسير جنبا إلى جنب مع الحضارة ومع التطور العلمي، لأن منزل القرآن، انتبهوا، الذي أنزل هذا القرآن هو الذي خلق هذا الكون ووضع فيه هذه القوانين، وهو الذي خلق قوانين الرياضيات أيضا، وهو الذي سمح باكتشافها الآن. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني لا يستطيع عالم لو أفنى عمره كاملا أن يكتشف نظرية علمية إلا إذا سمح الله بها. فالله عز وجل سمح الآن في عصرنا هذا، سمح لنا باكتشاف الحقائق الرقمية التي ساهمت في اختراع الكمبيوتر والإنترنت وهذه الثورة الرقمية التي نعيشها اليوم. فكان من ثمرات ذلك أننا تمكننا من عمل مثلا برنامج لإحصاء القرآن. في السابق لا يمكن أن تقوم بمثل هذا العمل، تحتاج إلى كمبيوتر ووسائل كثيرة. هذا البرنامج كشف لنا يقينا أن القرآن كتاب برمجة أيضا، ليس كتاب بلاغة وعلم وتشريع وبيان وهداية وكذا كذا إلى ما لا نهاية. أيضا هو كتاب مبرمج، كتاب منظم، كل حرف موضوع في مكانه، يعني أنت أمام شبكة رقمية كل حرف له مكان يحقق مجموعة من المعادلات الرقمية. مثال على ذلك أيها الأحبة، في القرآن الكريم عندما يتحدث الله عن مثال جحده المشككون، عندما أنكروا أن عيسى عليه السلام خلق من غير أب، واليهود اتهموا السيدة مريم عليها السلام بالزنا والعياذ بالله، وحاربوا السيد المسيح عليه السلام وحاولوا تشويه سمعته، وحتى الآن طبعا. فمن نتائج ذلك نتج ما يسمى اليوم بالكتاب المقدس، وهو كتاب فيه خلاف كبير بين المخطوطات وبين الفرق. طبعا هذا موضوع آخر، ولكن أنا الذي يهمني أن القرآن العظيم عندما أنزله الله أنزله بنظام محكم تماما مثل بقية الكتب، يعني الكتاب المقدس الصحيح، يعني الإنجيل الصحيح الذي نزل على سيدنا عيسى عليه السلام. هذا الكتاب أيضا كتاب فيه إعجاز عددي، لأنه كلام الله، وكلام الله يجب أن يكون محكما ومنظما ولا يشبه كلام البشر أبدا. ولكن الله سبحانه وتعالى ائتمن هؤلاء الناس على كتابهم فلم يكونوا بحجم هذه الأمانة التي أوكلت إليهم، فحرفوا الكتاب، وبالتالي اختفى الإعجاز العددي والإعجاز العلمي أيضا اختفى طبعا، لأنه كتاب محرف. القرآن العظيم فيه ميزة أيها الأحبة، أنك يمكن لطفل صغير عمره 6 سنوات أن يحفظ القرآن كاملا كاملا، مع العلم أن أي كتاب آخر يستحيل أن تحفظه برقم الصفحة والآية والكلمة، يحفظونه بالكلمة. لماذا؟ لأنه مبرمج أيها الأحبة، هذا هو السر. لأن هذا الكلام كلام الله عز وجل،
كل كلمة موضوعة في مكانها، فالدماغ البشري يفهم هذه المواضع ويخزنها ويسترجعها بسهولة، بينما كلام البشر كلام غير منظم عشوائي، يستحيل على إنسان أن يحفظه، وإذا حفظ أجزاء منه من كلام البشر لا يستطيع أن يحافظ عليه لفترة طويلة. فعندما أنكر هؤلاء المشككون أن سيدنا عيسى خلق من غير أم، من غير أب عفوا، يعني خلق بمعجزة، ماذا قالوا؟ اتهموا السيدة مريم بالفاحشة والعياذ بالله. وطبعا الله أنطق المسيح عليه السلام، ولكن من كان في عصره آمن. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا هذه المعجزة، فرد الله عليهم بمعجزة، رد عليهم بكلام، قال لهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. يعني لا تستغرب من خلق عيسى من غير أب، فآدم خلق من تراب، يعني لا أب ولا أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هنا أيها الأحبة دققوا معي، عندما أنزل الله كلمة مثل عيسى كمثل آدم إشارة إلى وجود تماثل. هذا التماثل أحبتي في الله له انعكاس رقمي، له خلفية رقمية. يعني عندما بحثنا عن اسم عيسى واسم آدم وجدنا أنهما متماثلان في القرآن. اسم عيسى ذكر 25 مرة واسم آدم 25 مرة، سبحان الله. وهذه 25 مرة التي ذكر فيها اسم آدم، الآية السابعة هي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. الآيات 25 التي ذكر فيها اسم عيسى، طبعا البقرة ثم آل عمران ثم كذا، ذكر اسم عيسى 25 مرة في القرآن. الآية السابعة هي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. وعندما تذهب إلى الآيات التي ذكر فيها اسم آدم عليه السلام، أيضا ذكر في سورة البقرة وفي آل عمران وكذا، نجد أن الآية السابعة هي ذاتها إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إذن كلمة عيسى الموجودة في سورة آل عمران، الآية التي قرأناها إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم في سورة آل عمران، وهي الآية الوحيدة التي ذكرت اسم النبيين الكريمين معا. كل الآيات التي ذكر فيها اسم عيسى منفردة، يذكر عيسى فقط، وكل الآيات التي ذكر فيها اسم آدم تذكر منفردة، يذكر فيها آدم، إلا هذه الآية جمعت بين الاسمين. إذن هذه الآية فيها سر. فقبل هذه الآية هناك 6 مرات ذكر اسم آدم طبعا حسب ترتيب القرآن، و6 مرات ذكر اسم عيسى تماما. فجاءت الآية السابعة لتجمع بين النبيين. طيب لماذا الآية السابعة؟ لأن النص الكريم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 7 كلمات. فجاء يعني جاء هذا النظام المبرمج متناسبا مع عدد كلمات النص أيضا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 7 كلمات. فجاءت الآية السابعة ليجتمع هذين النبيين فيها، رقم 7 محددة. الآية السابعة من الأخير، يعني لو أخذنا آخر آية رقمها 25 ورجعنا 24 23 22 21 20 19، الآية السابعة من الأخير يكون رقمها 19. نجد أن اسم عيسى ذكر للمرة السابعة من الأخير، يعني من كما قلنا الآية ما قبل الأخير ب7 آيات، يعني الآية 19 نجدها في السورة رقم 19 في سورة مريم، ذكر اسم عيسى مرة واحدة فقط. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. طيب اسم آدم أيضا الآية السابعة من الأخير نجد، يعني رقم 19، الآية رقم 19 التي ذكر فيها اسم آدم
أيضا نجدها في السورة رقم 19، يعني اسم آدم نجده في السورة رقم 19 في سورة مريم، من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، معروفة الآية. طيب، إذا سورة مريم التي رقمها 19، سورة مريم رقمها، ذكرت اسم آدم مرة واسم عيسى مرة فقط، بين اسم آدم وعيسى 25 آية، يعني من عيسى لآدم 25 آية، نفس عدد تكرار اسم عيسى واسم آدم في القرآن. طبعا أنا ذكرت لكم الآن على عجالة جزء صغير جدا من الإحكام والتنظيم العدد الموجود في القرآن. طيب، أنا كمؤمن أحبتي في الله، والله قلبي يخشع عندما أرى هذا الإحكام وهذا الإعجاز، وأزداد خشوعا عندما أقرأ كتب الآخرين مثل الكتاب المقدس وغيره، وأجد الفوضى فيه وأجد التحريف، أقول الحمد لله أن الله حفظ الكتاب الذي ارتضاه لعباده، حفظه من التحريف، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن أيها الأحبة، هذا الإعجاز لا يأتي أحد ويقول لا فائدة منه، لا يأتي أحد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتناول هذا النوع من الإعجاز، بل إن النبي له إشارات، النبي له إشارات رقمية، يعني مثلا من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار، أو بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. الرقم 7 ذكر في أحاديث النبي كثيرا، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. مثلا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن 7 أراضين، طوقه الظالم، طوقه من 7 أراضين، أحاديث كثيرة فيها أرقام، أمرت أن أسجد على 7 أعظم. فإذا هناك ملامح رقمية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الملامح نحتاج لتكنولوجيا متطورة لاكتشافها. الآن سمح الله للبشر باكتشاف هذه المنظومات الرقمية في الكون، واخترعوا الكمبيوتر واخترعوا الأجهزة الموبايل والإنترنت، فأصبح بإمكاننا من خلال علم البرمجة أن نقوم ببرمجة القرآن الكريم عبر برنامج، ونكتشف هذه العجائب التي لا يمكن أن نكتشفها من دون التطور العلمي. فإذا التطور العلمي والتكنولوجي خدم القرآن، أننا تمكننا من صنع برامج رأينا فيها إعجاز هذا القرآن، رأينا فيها الإحكام العددي في هذا القرآن الكريم. فإذا أحبتي في الله، لو أردت أنا الآن أن أعدد وأختم فوائد الإعجاز العددي، أولا يثبت لك الكلمات في دماغك. يعني أنا شخصيا من خلال دراستي للأرقام في القرآن أعلم كل كلمة تقريبا أين موجودة، وهذا مهم لأن الله أمرنا بتدبر القرآن، ثم إن حفظ القرآن شيء عظيم. ساعدني على حفظ القرآن لغة الأرقام في القرآن، ساعدتني على حفظ القرآن، ساعدتني على قوة التذكر، لا أنسى، لأنني أربط الكلمات بالأرقام فيصعب نسيانها. أحيانا يعني آية أتذكرها ولو بعد زمن طويل. فإذا أيها الأحبة، هذه فائدة. الفائدة الثانية أنك تشعر بعظمة الخالق عندما ترى هذا الإحكام وهذا النظام. الشيء الثالث، تزداد يقينا بالله، تزداد تمسكا بهذا القرآن. لم يعد من السهل على أحد أن يزعزع إيمانك. يعني اليوم تأتيني رسائل كثيرة من أناس تظهر لديهم شكوك حول هذا القرآن. الإعجاز الرقمي يثبتك أيها الإنسان على الحق، مهما والله لو جاء مليار مشكك، أنا بعد الحقائق التي رأيتها لا يستطيع أحد أن يشككني بحرف من هذا القرآن، لأنني أعلم كل حرف في مكانه الصحيح، وكل القرآن محكم، لا يوجد يعني شيء ولو حرف فيه مشكلة. فهذا يجعلني مطمئن القلب. وسيدنا إبراهيم طلب من ربه أن يريه معجزة ليطمئن بها قلبه، أليس كذلك؟ اقرأوا القرآن. يعني إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ ربي أرني كيف تحيي الموتى،
قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طيب نحن ألسنا بحاجة لاطمئنان القلب؟ فإذا علمنا هذه المعجزات المذهلة في القرآن، يعني مثلا عدد كلمات قصة الكهف من لبثوا إلى لبثوا تساوي عدد السنوات 309، وكلمة 300 رقمها 300، يعني هذا لا يزيدك إيمانا وخشوعا؟ يعني عندما تدرك أن هذا القرآن بالفعل لا ريب فيه، يعني هل هذا شيء سيء أم شيء جيد؟ لذلك أيها الأحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بإعجاز القرآن وأن يزيدنا إيمانا وتسليما، كما زاد أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام إيمانا وتسليما. قال تبارك وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، والحمد لله رب العالمين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.